محاسبة باللغة الإنجليزية مقرر 201. معانا المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية إن شاء الله. محاسبة باللغة الإنجليزية، يبقى هنبتدي على طول ألاقي حد يقول لي إحنا ضعاف في الإنجليزي، إحنا مش بنشتغل إنجليزي، إحنا بنشتغل محاسبة ومجموعة من المصطلحات باللغة الإنجليزية، هنكررها لغاية لما إن شاء الله تبقوا عارفينها وتبقى بالنسبة لكم حاجة سهلة، بس محتاج إن أنت تبذل مجهود معانا. محاسبة باللغة الإنجليزية هي نفسها محاسبة واحد، دي هي نفسها اللي إحنا أخدناها في محاسبة واحد، وأنا هرجع أفكرك بيها تاني وأحولها لك باللغة العربية، هنبتدي نشتغل مع بعض المصطلحات اللي باللغة الإنجليزية وهنكررها كتير إن شاء الله. عندنا في المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية، أول حاجة هنبتدي ومهمة جدا جدا بالنسبة لنا، مش بس عشان الأسئلة النظري، لكن هي بتبقى الأساس بتاعنا في الشغل بتاعنا لما نفهمها كويس، اللي هي مجموعة المصطلحات أو الترمينولوجي أو التعريفات، لما هنفهمها كويس دي هتساعدنا في تحليل العمليات المدى. أول حاجة بيقول لي إيه هو what is accounting، إيه هي المحاسبة؟ ده ممكن السؤال ده ممكن يجي لنا هنا في اللي هو الـ MCQ أو اللي هو في البابل شيت، يجي لي سؤال في البابل شيت في النظري يقول لي what is accounting، بيقول لي accounting is an information system، هي نظام للمعلومات. accounting consists of three basic activities، يعني هي بتتكون من consists of، يعني بتتكون من three basic activities، ثلاث أنشطة رئيسية. it identifies، بتحدد، records، بتسجل، and communicates، بتوصل، the economic events، الأحداث الاقتصادية، أو بين قوسين موجود عندنا اللي هي transactions. Transactions يعني الأحداث الاقتصادية أو العمليات المالية of an organization، اللي هي الخاصة العمليات المالية اللي هي الخاصة بالمنظمة أو بالمنشأة بتاعتي، to interest users، للمستخدمين اللي هم بيهتموا بإن هم يعرفوا معلومات عن المنشأة دي. بعد كده هيبقى عندي اللي هي generally accepted accounting principles، اللي هي مبادئ المحاسبة العامة المقبولة. المبادئ المحاسبية العامة المقبولة دي هتساعدني في الأسئلة بتاعتي، وبرضه هتساعدني في فهم تحليل العمليات بتاعتي وأنا بشتغل. هنشوف دلوقتي إزاي. أول مبدأ، وده مبدأ مهم جدا، بيقول لي اللي هو إيه؟ The Historical Cost Principle، اللي هو مبدأ التكلفة التاريخية. مبدأ التكلفة التاريخية تعالى نتكلم عنه الأول كده، وبعد كده نبتدي نشوف مكتوب قدامنا إيه. التكلفة التاريخية يعني إيه؟ يعني فيما يتعلق بالأصول الثابتة، خلي بالك أنا بتكلم على الأصول الثابتة أو الفيكسد أسيتس. لما باجي أسجلها عندي في الدفاتر بسجلها بالتكلفة التاريخية. يعني إيه بالتكلفة التاريخية؟ يعني ثمن الشراء بتاعها زائد كل المصروفات التي أنفقت على الأصل حتى يصبح الأصل صالح للاستخدام، هي دي اسمها تكلفة الأصل. سجلت الاصل، خلي بالك هكرر تاني، الاصل الثابت الفيكسد اسيت سجلته عندي في الدفاتر. طيب حصل بعد كده ارتفاع في الاسعار، الاصول بتاعتي اسعارها زاد. افرض ان انا كنت اشتريت ارض بمليون جنيه، بعد شهر الارض بقت بمليون ونص، ها اعمل ايه؟ هل اغير المليون اللي انا سجلتها؟ هل اغير التكلفه التاريخيه اللي انا سجلتها عندي في الدفاتر للاصول الثابته؟ لا، انا بتبع الهيستوريكال كوست برنسبل، وبالتالي مش هغير التكلفة بتاعت الأصل عندي في الدفاتر. طيب ده سعر السوق بقى مختلف، ماليش دعوة، أنا كنت شاريها بمليون بقت بمئة مليون، ولا كأني شفت حاجة ولا سمعت حاجة. ليه الكلام ده كله؟ لأن أنا دلوقتي ده سعرها في السوق، لما تبقى تباعها وتحقق الأرباح دي يبقى أسجلها، لكن أنا دلوقتي بتبع التكلفة التاريخية. فهنا بيقول لي One important accounting principle، أحد المبادئ المحاسبية الهامة، is the cost principle، هي التكلفة التاريخية. cost يعني تكلفة، principle مبدأ. the cost principle، مبدأ التكلفة، states that، بيقرر ايه او بيحدد ايه او بيقول لي ايه؟ assets and services، الاصول والخدمات should be recorded at their actual historical cost. يجب، should be يعني يجب، ان هي تسجل بالتكلفة التاريخية الفعلية بتاعتها. وبيقول لي for example،
If a company purchases land, إذا منشأة purchases يعني اشترت land يعني أراضي ب 50,000 جنيه. The company initially مبدئيا كده أو في الأساس كده reports it in its accounting records at 50,000. المنشأة هتسجلها عندها في الدفاتر بتاعتها 50,000. طيب وهي دي التكلفة التاريخية بتاعتها. But what does the company do if المنشأة دي هتعمل إيه أو الشركة دي هتعمل إيه إذا by the end of the next year في نهاية السنة التالية the land has increased in value to 60,000. لو إن الأرض دي سعرها زاد ب 60,000 تعمل إيه المنشأة؟ ولا حاجة. على فكرة دي هنشوف ده التمرين من ضمن التمارين. بيقول لك إن إحنا اشترينا أرض بمبلغ 50,000 بعد كده بقت ب 500,000 افرض 50,000 أو 50 مليون ايا كان. مش مهم عندي من الرقم دوت او المبلغ ده هتقولي هو في ارض 50,000 مش مهم عندي النقطه دي. جه بعد كده سعرها زاد سعرها انخفض ماليش دعوه. انا بتكلم على التكلفه الاصول الثابته تكلفه الاصول الثابته. Under the cost principle تحت مبدا التكلفه it continues to report the land هتفضل زي ما هي الاراضي عندها متسجله بكام؟ ب 50,000 جنيه. ده فيما يتعلق بالايه؟ بالهيستوريكال كوست. يبقى زي ما هي هتفضل ب 50,000 جنيه. اوقات مثلا تجي لي في شكل تمرين تاني يقول لي ان الارض كنا شاريينها ب 50,000 وبعدين سعرها بقى في السوق ب 50,000 لكن المحاسب مسجلها زي ما هي ب 50,000. هو هنا بيتبع اني برنسبل، يبقى بيتبع الكوست برنسبل. اللي بعد كده بيقول لي المبدا اللي بعد كده او الفرض اللي بعد كده ايكونوميك انتيتي اسامبشن، فرض الوحده الاقتصاديه او الوحده المحاسبيه. فرض الوحده الاقتصاديه او الوحده المحاسبيه ده برضه فرض مهم جدا وبيأثر عليا في شغلي. واحنا بنسجل في العمليات بتاعتنا. الفرض ده بيقول لي ايه؟ هقوله لك بالعربي، بيقول لي للمنشاه او للوحده الاقتصاديه شخصيه معنويه مستقله عن شخصيه الملاك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه لها شخصيه معنويه مستقله عن شخصيه الملاك؟ انا وانتوا شخص طبيعي قدام القانون. لكن المنشآت شخصية اعتبارية أو معنوية. طب ترتب على الفرض ده إيه؟ حاجة مهمة جدا بقى ولما بلاقي الطالب غلط فيها بتبقى وحشة قوي في الامتحان. بيقول لك أهم حاجة نقطة عندي لا يذكر اسم صاحب المنشأة في المنشأة الفردية مطلقا في دفاتر المنشأة. ما بذكرش اسم صاحب المنشأة مطلقا في دفاتر المنشأة. طب لو هناك عملية مالية تمت بين المنشأة وبين صاحبها زي ايه؟ زي مثلا هو بيبتدي النشاط بتاعه حط راس المال بتاعه او ان هو سحب اي اصل من اصول الاستخدام الخاص او ان هو قرر ان هو يزود راس ماله، اهي دي عمليه ماليه بين طرفين اثنين، احد الاطراف هو صاحب المنشاه. طب في الحاله ديت اذا كان احد الاطراف هو صاحب المنشاه هعمل ايه؟ ازاي اسجله؟ وانت بتقول لي اوعي تكتبي اسم صاحب المنشاه في الدفاتر. في الحاله ديت هسميه اسمين اثنين، مره اسميه راس المال طبقا لنوع العمليه ومره هسميه مسحوبات. إذا هو سحب حاجة لاستخدامه الخاص سميه مسحوبات. إذا هو في بداية النشاط بتاعه أو قرر يخفض رأس ماله أو قرر يزود رأس ماله سميه رأس المال. لكن لا يذكر اسم صاحب المشروع مطلقا في دفاتر المشروع. نقطة تانية برضو كمان مهمة إيه هي؟ إذا كانت عملية مالية ليس المشروع طرف فيها زي إيه؟ زي إيه عملية مالية ممكن يبقى المشروع مش طرف فيها؟ يعني صاحب المشروع من أمواله الخاصة هياخد فلوس يشتري ارض لاستخدامه الخاص مش للمشروع، ليه هو هيشتري ارض لاحد اولاده، اشترى شقه لاولاده من ماله الخاص مش من مال المشروع. هل المشروع طرف في العمليه دي؟ لا. هل خدنا منه فلوس؟ هل ادينا له حاجه؟ المشروع بتاعي اخد حاجه. خلي بالك انا بتكلم عن المشروع على انه شخصيه، هو اخد وادى وباع واشترى. هل خد حاجه؟ لا. يبقى في الحاله دي المشروع بتاعي ما هوش طرف في العمليه دي. في الحاله في هذه الحالة لا تسجل هذه العملية في دفاتر المنشأة أو في دفاتر المشروع بتاعي. تعالوا نشوف بقى الكلام بالإنجليزي بعد ما احنا افتكرناه بالعربي بيقول إيه. بيقول لي the economic entity assumption فرض الوحدة الاقتصادية أو الوحدة المحاسبية requires بيتطلب that the activities of the entity be kept separate. activities اللي هي الأنشطة of the entity اللي هي الخاصة بالوحدة بتاعتي be kept separate يعني بتبقى مستقلة بعيدة and distinct from the activities of its owner
and all other economic entities. يعني العمليات المالية اللي بيكون المشروع طلب فيها يبقى تتسجل في دفاتر المشروع. لو عملية مالية، ده معنى الكلام اللي هو مكتوب قدامنا ده، لو عملية مالية ليس المشروع طلب فيها لا تسجل في دفاتر المشروع. اللي بعد كده Reliability Principle. It's also called the Objectivity Principle. مبدأ الموضوعية أو إمكانية الاعتماد. Reliability يعني إمكانية الاعتماد. Objectivity يعني الموضوعية. مبدأ الموضوعية يعني إيه؟ مبدأ الموضوعية برضو نقوله الأول بالعربي، يعني كل البيانات أو كل العمليات اللي أنا هسجلها في دفاتر الموضوع، في دفاتر المنشأة بتاعتي، المفروض إن هي تكون مؤيدة بمستند. عشان الكلام دوت موضوعي، يعني إيه؟ يعني لما يجي حد تاني يراجع على العمليات ديت، يجي مراجع يبص في العمليات والدفاتر المنشأة، يقدر يلاقي ما يؤيد حدوث هذه العمليات. يعني إيه؟ يعني مثلا إذا أنا اشتريت بضاعة يبقى عندي فاتورة شراء، إذا أنا بعت يبقى في عندي فاتورة بيع، هو دوت هو ده المستند. إذا أنا دفعت الكهرباء يبقى في عندي الوصل بتاع الكهرباء، إذا دفعت أجور العمال اللي عندي في عندي السلك اللي العمال ماضيين عليه. تعالى بقى نشوف هنا بيقول إيه. It's also called the objectivity principle in which accounting records، هو بيسمى أيضا مبدأ الموضوعية اللي الريكوردز يعني السجلات. Accounting records، السجلات المحاسبية، are based on information، بتستند كل البيانات أو العمليات المسجلة في الدفاتر المحاسبية بتاعتي بتستند على معلومات supported by objective evidence. في عندي evidence يعني دليل، دليل موضوعي. هل كل العمليات اللي بتتسجل في دفاتر المشروع بتكون مؤيدة بمستند؟ كلها 100%، احنا بنجتهد لان احنا نوصل لكده، لكن هل كلها بتكون مؤيده مستند؟ لا، في بعض العمليات بضطر ان انا الجا للتقدير الشخصي. زي ايه؟ زي الاهلال. يعني المحاسب هو بيحسب قسط الاهلال، ان السياره دي تحسب لها قسط اهلاك مثلا 1000 جنيه في السنه، او المباني يبقى الاستهلاك بتاعها 2% مثلا. دي كلها تقديرات شخصيه، ما فيش عندي مستند موضوعي استند إليه. اللي بعد كده the going concern assumption، فرض الاستمرار. فرض الاستمرار برضو بيقول لي ايه الفرض ده؟ بيقول لي ان المنشأة بتاعتي مستمرة، المفروض ان هي مستمرة الى ما لا نهاية. لكن لان انا ما اقدرش اجي في نهاية عمر المنشأة ديت وابتدي احدد الارباح بتاعتها كانت قد ايه واشوف المركز المالي بتاعها، فانا بفترض ان هي بقسم حياة المشروع الى سنوات، في نهاية كل سنة بطلع القوائم المالية بتاعتي اللي هي قائمة الدخل واللي هي قائمة المركز المالي أو الميزانية، وأقدر أعرف المنشأة دي في نهاية كل سنة كسبت ولا خسرت، وأقدر أعرف المركز المالي بتاعها شكله إيه. في حقيقة الأمر إحنا ممكن نقسم حياة المشروع إلى سنوات ممكن تطلع فيها في نهايتها كل سنة، في نهاية كل سنة نتيجة الأعمال، أو إنك أنت ممكن تطلع النتائج بتاعتك أو القائمة بتاعتك في كل 6 شهور زي ما أنت عايز، يعني المدة اللي أنت عايزها. والحقيقه الفرض دوت اللي هو فرض الاستمرار هو دوت اللي بناء عليه استند فرض التكلفه التاريخيه. بيقول لي فرض the buying concern concept assumes that، يفترض the entity will remain، entity اللي هي المنشاه او الوحده الاقتصاديه، will remain، هتظل in operation، في العمل او في التشغيل، long enough to use existing assets، مده طويله بحيث ان هي هتستهلك الاصول اللي موجوده عندها. ايه هي الاصول؟ اللي هي هتبقى الاصول الثابته، الاسيتس يعني اصول، والفيكسد اسيتس اللي هي الاصول الثابته اللي هي لاند اراضي، بيلدينجز اللي هي مباني، سبلايز دي برضه من ضمن الاصول الثابته بتاعتي، سبلايز اللي هي بتبقى مهمات، يعني زي مثلا حاجات كتير ممكن نطلق عليها سبلايز، زي الاوراق، الدفاتر، دفتر الفواتير، دفتر الايصالات، ادوات النظافه، دي كلها ممكن نسميها سبلايز. For their intended purpose، يعني هيفضلوا موجودين لغاية ما، يعني طول ما هم بيؤدي الغرض منهم. Consider the alternative to the going concern concept، going out of business، العكس من ان هو تفضل مستمرة ان هي هتغلق او هتغلق المنشأة هنقفلها، او ان هي هتبقى
هتفلس ايا كان الغرض، انتهى الغرض منها ايا كان الغرض، ان هي عكس ان هي تستمر ان هي تنتهي من النشاط بتاعها. الفرد بعد كده الموجود عندي بعد كده ذا ستيبل مونيتري يونت اسامبشن، اللي هو فرض الوحده القياسيه او فرض ثبات القوى الشرائيه للنقود. انا حقيقه هنا بتساءل، هل القوى الشرائيه للنقود ثابته ولا غير ثابته؟ طيب هل هي بتزيد ولا هي بتقل؟ يعني ايه القوه الشرائيه للنقود؟ قبل ما نجاوب، القوه الشرائيه للنقود هي قدره وحده النقد. وحده النقد عندنا احنا هنا ايه؟ جنيه. قدره وحده النقد على شراء مجموعه من السلع والخدمات. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني قدره الجنيه الواحد على ان هو يشتري لك مجموعه من السلع والخدمات. طيب يعني انت زمان لما كنت بتدي مثلا لابنك جنيه، او انت زمان وانت صغير لما كانوا بيدوك مصروف جنيه، كنت بتقدر تشتري بيه ايه؟ حاجات كتير. طب النهارده هتدي له جنيه هيقدر يشتري بيه ايه؟ لا، هو شويه للنقود انخفض. احنا عندنا هنا في الشغل بتاعنا، في المبادئ بتاعتنا، في البرنسبلز بتاعتنا، في الاسامبشنز بتاعتها، بالرغم ان هناك انخفاض في القوى الشرائيه للنقود ويعبر عنه بارتفاع الاسعار. يعني ايه قوى شرائيه للنقود بتنخفض؟ يبقى الاسعار بترتفع. يبقى بدل ما الجنيه كان بيشتري لي مثلا حاجات كتيره، لا بقى الجنيه ما بقدرش، بقى محتاجه، بقيت محتاجه 5 جنيه عشان اشتري نفس اللي كنت بشتريه قبل كده. طيب هل انا اقدر اخد دوت في الاعتبار؟ لا، الحقيقه ما اقدرش ان انا اخد دوت في الاعتبار. انا برغم ان القوى الشرائيه للنقود متغيره وان القوى الشرائيه للنقود بتنخفض، انا بتجاهل هذا التغير وبفترض ان هي ثابته. ستيبل يعني ثابته، بفترض ان هي ستيبل وثابته. ايه معنى الكلام ده؟ هقول لك معنى الكلام ده. افرض ان انا المنشاه واخده قرض وبدون فوائد، هبعد الفوائد خالص عن الموضوع عندي عشان يبقى الكلام بتاعي اوضح. واخدين قرض من غير فوائد، هاخد قرض بكام؟ هاخد قرض مثلا 50,000 جنيه. طيب لما لمده سنه، حاجه في نهايه السنه ارد القرض دوت. طب ال 50,000 جنيه دول اللي انا واخدهم قرض دول قيمتهم الشرائيه انخفضت. يعني عشان اقدر اشتري نفس السلع والخدمات المفروض ان انا ارجعهم للمكان اللي انا خدت منه القرض ده، اذا كان بنك او اي حد، ارجعهم 60,000. هل ده واقع بيحصل في الواقع؟ لا. وبالتالي انا بفترض ثبات القوى الشرائيه للنقود بالرغم ان هي ما هياش ثابته. تعالى نشوف بقى يعني شويه اسئله على طول كده قبل ما ننسى الكلام اللي احنا قلناه. خلي بالك انا عمري ما هطلب منك انك انت تكتب لي اقول لك الهيستوريكال كوست بيقول ايه ستيتس والنقط وانت تكمل، لا. هنشوف دلوقتي الاسئله هنا ممكن تيجي ازاي واحنا لسه شارحين معنى الكلام اللي احنا قلناه. بيقول لي select the best answer of each of the following systems، اللي هو البابل شيت. Which of the following is not a step in the accounting process؟ احنا قلنا الـ accounting process بيتكون من اللي هي العمليات المحاسبيه، بتتكون من ثلاث عمليات. الـ accounting process بتاعي بتتكون من ثلاث عمليات. تعالى نشوفهم كده تاني برضه عشان نفتكرهم. كان عندي اللي هي اهي قدامي identify بتحدد، بعدين records، بعدين and communicate بتحدد ايه هي العمليه الماليه، وبعدين بتسجلها، وبعدين توصلها من خلال القوائم الماليه اللي احنا بنعدها وننشرها، وبالتالي الناس تقدر تعرف ايه هي العمليات بتاعتها. طيب تعالى نشوف بقى قدامنا كده السؤال بيقول لي ايه؟ ايه هي step، يعني ايه هي الخطوه؟ in the which of the following is not a step، يعني هو هيجيب لي مجموعه خطوات ويحط لي واحده فيهم ما هياش ضمن واحده من الثلاثه بتوعتنا. احنا عايزين ثلاث خطوات فقط. اول حاجه identification اللي احنا قلنا عليها identify، بيحدد تحديد identification، يبقى دي معانا. نمبر بي verification يعني ايه؟ يعني تحقيق. خلي بالك حتى دي كلمه جديده عليك، يعني افرض ان انت مش عارفها خالص، مش عارف معناها. طيب انا عارفه identification او identify، عارفه recording communication توصيل، الثلاثه دول انا عارفها. يبقى الاخيره اللي انا مش عارفها نمبر بي دي هي اللي ما هياش خطوه منهم. انا عندي ثلاث خطوات بس، تحديد، تسجيل، توصيل. طيب يبقى verification، معناها ايه؟ تحقيق. يعني ايه تحقيق؟ يعني تتحقق من صحه ما تم تسجيله. مين اللي بيعمل الكلام دوت؟ المراجع. يبقى دي ما تدخلش ضمن او ما هياش خطوه ضمن العمليه المحاسبيه، دي الحقيقه شغله المراجع. يبقى هنا الاجابه بتاعتي لما ارجع للسؤال الثاني، which of the following is not a step in the accounting process؟ ايه اللي ما هياش ضمن العمليه المحاسبيه؟ اللي هي تبقى الاجابه بتاعتي نمبر بي اللي هي verification. طيب تعالى بعد كده نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه. بيقول لي according to this principle، according to يعني طبقا لهذا المبدأ،
accounting records السجلات المحاسبية أو الدفاتر المحاسبية are based on information بتستند على معلومات supported مدعمة by objective evidence بدليل موضوعي اللي هو زي ما قلت لك فاتورة شراء، فاتورة بيع، عندي وصل كهرباء، وصل تليفون، دي اللي هي objective evidence، عندي أدلة موضوعية بتؤيد العمليات اللي أنا مسجلها. يبقى لما هو يجي يبص اقول ان انا اسجل عندي في الدفاتر ان انا دفعت كهرباء بكذا، دفعت تليفون بكذا، عندي الفواتير بتاعتي او عندي الوصولات دي كلها. This principle is ايه هو المبدا اللي ببقى محتاجه فيه ان انا كل عمليه ماليه تكون مؤيده ومستنده. على فكره السؤال ده سهل جدا لان هو هنا بيقول لي supported by objective evidence، هو objectivity. يعني هو شوف الإجابة هي في كلمة objective evidence. business entity هل هي الوحدة المحاسبية؟ لا. historical cost تكلفة تاريخية؟ لا. going concern؟ لا. يبقى هي number B objectivity اللي هو الموضوع. اللي بعد كده تعال نشوف مجموعة من التعريفات. التعريفات دي زي ما قلت لك بالنسبة لي مهمة جدا جدا، لازم تكون عارفها كويس قوي. كنا عارفة لأنها في حاجات كتير من فهم المادة بتاعتنا بتعتمد على إنك في الحقيقة ما تكونش عارف التعريف نفسه. لو عارف التعريف كويس وفهمه كويس هتبقى الأمور بالنسبة لك سهلة، وتبقى زي ما قلت لك هنبقى عندنا شوية مصطلحات عمالين بنكررها، فبالنسبة لنا اللغة بس إذا معايا شوية مجهود هتلاقيها سهلة جدا وهتجيب فيها نتيجة كويسة أوي. بيقول لي assets الأصول، وأنا قلتها قبل كده على فكرة. assets are the resources، هي الموارد a business owns. اونز هنا اللي هي تمتلكها، لو شلنا الان على فكره تبقى اوز يعني مستحق عليها. اونز الان ديت يعني تمتلكها. يبقى بالعربي كنا بنقول ايه؟ كل شيء له منفعه او قيمه ويمتلك المنشاه. كل حاجه لها منفعه وقيمه وبتمتلكها المنشاه. كنا بنقسمها لاصول ثابته واصول متداوله. والاصول الثابته زي ما انا اديت ليها مثال من شويه زي الاراضي، زي المباني، زي السيارات، كل دي اصول ثابته. الالات، الماشينز، كل دي اصول ثابته. الاصول المتداوله اهم بند فيها في الاصول المتداوله هو البضاعه بالنسبه للمنشات التجاريه. في عندي الفلوس الموجوده في الخزنه او في البنك، الاثنين بنسميها كاش سواء في الخزنه او في البنك. بالانجليزي هنا الاثنين بنقول عليهم كاش، ما بنقولش بقى صندوق وبنك زي ما احنا بنشتغل في العرب. في عندي برضو نوتس ريسيفبل. نوتس ريسيفبل اللي هي اوراق قبض. نوت يعني ورقه، ريسيفبل يعني اوراق قبض. طيب وفي عندي اكاونتس ريسيفبل يعني اللي هي اوراق قبض اللي هي الحسابات المدينين. اسف، حسابات المدينين. اكاونتس ريسيفبل اللي هي حسابات المدينين، دي برضو ضمن الاصول المتداوله بتاعتي. طيب تعال نشوف بقى liabilities. ايه هي الالتزامات؟ are claims against assets that is existing debits and obligations. ايه هي الخصوم؟ هي كل الالتزامات اللي عليا. هي خلي بالك الناس اللي هم زي ايه بيقول لي زي الديون اللي عليا والالتزامات اللي عليا، اللي هي زي اوراق الدفع اللي هي نوتس بيبل، وزي الدائنون اللي هم accounts بيبل، ولو في قروض اللي هي لونز. هم دول الليابيلتيز اللي بتبقى عندي بس، وبيبقى ممكن يبقى عندي خصوم او التزامات قصيره الاجل هي اللي مستحقه السداد في خلال السنه، خصوم طويله الاجل تستحق السداد في مده اكتر من سنه. اونرز ايكويتي. اونرز ايكويتي اللي هي حقوق الملكيه. حقوق الملكيه اللي هي ايه؟ بيقول لي the ownership claim on total assets is owner's equity. يعني هو حق صاحب المشروع لدى المشروع. هو صاحب المشروع لما ابتدى في المشروع بتاعه مش قدم رأس مال، يبقى ليه حق على الأصول دي؟ خد رأس المال دوت مش جاب بيه مجموعة من الأصول، يبقى صاحب المشروع له حق في المشروع. بيهمني هنا الحقيقة إن أنا أوضح لك إن الـ owner's equity أو حقوق الملكية بتختلف عن الكابيتال. كابيتال يعني رأس المال. هل هناك فرق بين الـ owner's equity وبين الكابيتال؟ أيوه في فرق. ايه هو الفرق اللي موجود عندنا؟ ان الكابيتال هو بعبر بيه عن راس المال اللي بيبتدي بيه صاحب المشروع النشاط بتاعه. يعني افرض ان هو ابتدى النشاط بتاعه بمليون، يعني المليون دي هتفضل مليون على طول زي ما هي؟ لا، دي على طول بتتغير، بتزيد وبتنقص. طب تعالى نشوف بتزيد ازاي وبتنقص ازاي.
هتزيد بيه الايرادات او الريفينيوز اللي هو هيعرفها لي بعد كده. هتنقص بيه الاكسبنسز. خلي بالك ان الريفينيوز او الايرادات ناقص الاكسبنسز دوت، يا اما يديني نت انكم اللي هو صافي ربح، او يديني نت لوسز صافي خساره. يبقى صافي الربح هيزود راس المال، صافي الخساره تعمل ايه؟ تخفض راس المال. بالظبط. ايه تاني ممكن ياثر على راس المال؟ المسحوبات. صاحب المشروع لو ان هو بيحقق ارباح او ان هو ما حققش ارباح، حط مليون كل شويه عمال بيسحب من استخدامه الخاص 1000 جنيه، كل شويه يسحب 1000 جنيه، راس المال هيحصل له ايه؟ هينخفض، هيقل. يبقى دي الحاجات او العناصر اللي هي بتؤثر على راس المال. عفوا. تعالى نشوف بعد كده الريفينيوز. تعريف الريفينيوز بيقول لي ار ذا جروس انكريز ان اونرز ايكويتي. خلي بالك كل دوت ممكن يجي لك في اسئله نظري في التعريفات، وبرده هتيجي بطريقه اللي هي البابل شيت. بيقول لي revenues are the gross increase in owner's equity resulting from business activity. هو الزياده الاجماليه في حق صاحب المشروع واللي بينتج عن نشاط المنشأة. عفوا. بعد كده drawings هي المسحوبات. An owner may withdraw. owner اللي هو مالك المشروع او صاحب المشروع may withdraw، ممكن يسحب cash or other assets او اي اصل من الاصول for personal use، استخدامه الخاص. We use a separate classification called drones. بندي اسمه اللي هو مسحوبات drones. Expenses هي المصروفات. Are the cost of assets، هي عبارة عن تكلفة الأصول المستخدمة أو services used in the process of earnings revenue. يعني أنا عشان أحقق إيرادات مضطر إن أنا هنا used in the process of earning الحصول على أو كسب revenue الإيرادات. عشان أحصل على الإيرادات دي محتاج أصرف مجموعة من المصروفات. هي ديت اللي هي الإكسبنس. عندي بقى المعادلة المحاسبية، ودي الحقيقة مهمة جدا 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 عندنا. Basing account equation، المعادلة المحاسبية أو أوقات بنطلق عليها معادلة الميزانية. بيقول لي المعادله المحاسبيه او معادله الميزانيه دي بتساوي ايه؟ اللي هي عباره عن ايه؟ assets الاصول هتساوي liabilities plus owners equity، اللي هي تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه. وهديك مثال عشان اقنعك بالكلام اللي احنا بنقوله ده. بص، لو انك انت عندك 10,000 جنيه او بلاش 10,000، خلي 1000 جنيه، لو انت معاك 1000 جنيه واقترضت 500 جنيه، طلبت عليهم 500 جنيه، اصبح المتاح ليك من الاموال كام؟ 1500. طيب خدت ال 1500 دول رحت اشتريت ب 1000 جنيه ملابس، واشتريت مثلا كتب وحاجات ب 300 جنيه، لازم الاقي في جيبك كام؟ اشتريت ملابس، انت كان معاك كل الاجمالي اللي كان معاك كام؟ 1500. طيب اشتريت ملابس ب 1000 جنيه وبعدين اشتريت كتب مثلا ب 300 جنيه، يبقى لازم الاقي معاك في جيبك كام؟ لازم يكون معاك في جيبك يكون موجود كام؟ بالظبط 200 جنيه. هل ممكن الاقي اكثر من 200؟ لا. هل ممكن الاقي اقل من 200؟ لا. ده معناه ايه؟ مصادر الاموال، ايه هي مصادر الاموال اللي احنا قلناها بقى من الاول؟ اللي هي اموالك الخاصه اللي هو اللي كانت عندي اونرز ايكويتي او الكابيتال بتاعك او فلوسك انت اللي كانت معاك، اللي هي كان في المثال بتاعي كام؟ 1000 جنيه. طيب بعدين liabilities الالتزامات، يعني خدت قرض، ما هو القرض ده ضمن ما انت خدت قرض يعني التزام عليك. الالتزامات كانت كام؟ 500 جنيه، اصبح مصادر الاموال اللي معاك 1500. اتصرفت فيهم ازاي؟ جبت ملابس ب 1000 جنيه، وجبت كتب ب 300 جنيه، والكاش اللي فضل معاك 200 جنيه. يبقى لابد ان تتساوي مصادر الاموال مع استخدامات الاموال. معاك 1500 استخدمتهم ازاي؟ استخدمتهم بايه؟ الشكل اللي انا قلته لك ده. كتب وملابس والباقي كاش موجود معاك في جيبك. الحقيقه هي دي هنحل عليها تمارين دلوقتي، وزي ما بقول لك ان كل عمليه ماليه لابد ان تؤثر. كل عمليه ماليه، يعني هات لي اي عمليه ماليه ممكن ما تاثرش على عناصر المركز المالي. ايه هي عناصر المركز المالي؟ الثلاث عناصر اللي انت شايفهم قدامك اللي هي assets liabilities owners.
هتخيل ان هما كانهم كفتين ميزان. هقول لك كل عمليه ماليه لابد ان تؤثر على عناصر المركز المالي. هنا ادي العناصر، ناحيه فيها اسيتس والثانيه فيها لايبيلتيز والكابيتال. هتاثر على، ممكن تاثر على الناحيه دي بس او ممكن هنا وهنا، هنقول امثله لكل ده، ولكن نيفر ايفر تؤثر على الايكواليتي اللي موجود بين الجانبين، التساوي اللي موجود بين الجانبين. يعني افرض ان انت مثلا ايه اشترينا، نتكلم بقى في المنشاه، اشترينا بضاعه نقدا، اشتريت بضاعه يبقى في اصل زياد وهو البضاعه، طب واشتريت نقدا يبقى اصل ثاني ناقص وهو النقديه، يبقى في زياد واصل ناقص اصل. طيب تعال نشوف، اشتريت بضاعه على الحساب، اشتريت بضاعه يبقى ده اصل زاد، كويس البضاعه عندي زادت. لما اشتريت على الحساب ايه اللي حصل؟ خلي بالك بص، ما ينفعش انظر كده، لازم يبقوا متساويين. انا كده قلت القطر واحد بس، لسه القطر الثاني ما قلتهوش. طيب اشتريت بضاعه على الحساب، ما دام اشتريت على الحساب يبقى الالتزامات بتاعتي حصل لها ايه؟ زاد. يبقى هنا اللي حصل ايه؟ زياده اصل وزياده التزام. طيب تعالى نشوف مثال ثاني. صاحب المشروع قرر ان هو يزود راس ماله. قرر ان هو يزود راس ماله، يبقى راس المال حصل له ايه؟ زاد. الناحيه دي فيها راس المال والالتزامات. زود راس ماله ازاي؟ حط الفلوس في الخزنه، يبقى الخزنه عندي، الكاش عندي زاد، يبقى لا اثر العمليه ديت ايه؟ زياده في راس المال وزياده في الخزنه في الكاش. وهكذا. وده اللي هنحل عليه تمارين، وزي ما هنشوف دلوقتي لازم الاثنين يكونوا متساويين عندي. تعالى شوف الاسئله اللي قدامي بقى بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي اول حاجه بيقول لي the basic accounting equation is، هنا بيسالني في المعادله المحاسبيه. خلي بالك ان المعادله المحاسبيه ديت اللي هي الاصول تساوي الخصوم زائد راس المال، زي ما احنا كنا واخدين زمان خالص واحنا صغيرين، ممكن انك اجيب من الطرف ده الى الطرف ده بس مع تغيير الاشاره، ما فيهاش مشكله عندي. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول لو انا جبت مثلا الليابيلتيز ديت الناحيه دي اقدر اجيبها جنب الاصول، بس اغير اشارتها بس، مش هعمل اكتر من كده، ودي احنا عارفينها من زمان خالص. يعني ممكن اقول ايه؟ اسيتس واجيب اللايبيلتيز الناحيه دي بالناقص، يبقى ناقص لايبيلتيز تساوي اونرز ايكويتي، صح؟ صح. هات الناحيه الثانيه نطيتها علامه اليساوي بس غير الاشاره بتاعتها، مش اكتر ولا اقل. كويس؟ طيب هنا بيقول لي ايه؟ اسيتس تساوي لايبيلتيز زائد اونرز ايكويتي، صح؟ بس ما تستعجلش وتختار لي ايه؟ اصبر عليا. نمبر بي بيقول لي ايه؟ اسيتس تساوي ايكويتيز، ايكويتيز اللي هي مجموعه الحقوق او الالتزامات اللي هي على الاصول او الحقوق. مين اللي لهم حقوق؟ ايكويتيز دي تعني لايبيلتيز زائد اونرز ايكويتي. هل صاحب المشروع بس هو اللي ليه حق في الاصول ديت؟ يعني ايه اللي حق في الاصول؟ يعني افرض ان انا بصفي المشروع وبعت كل الاصول، طيب الفلوس اللي جت من البيع دي هياخدها صاحب المشروع؟ طب مش هيدي الناس اللي هو الالتزامات اللي عليه مش هيسددها؟ هيسددها، هيدي الناس حقوقهم. هي دي معنى كلمه ايكويتيز، هي دي اللي هي الالتزامات اجمالي الالتزامات كلها. نمبر سي قال لي لايبيلتيز تساوي اونرز زائد اسيتس زائد اونرز ايكويتي، لا دي غلط خالص. لان هنا المفروض ان هو يعني الشكل بتاعها انا قلت لك اعدي العلامه اليساوي بس اغير الاشاره بتاعتي. يبقى هنا كانت ممكن تبقى صح ازاي يا جماعه؟ لو ان الناقص لايبيلتيز تساوي الناقص اسيتس زائد اونرز ايكويتي. يعني دي جت الناحيه دي، اللايبيلتيز جت الناحيه دي وتغيرت اشارتها، والاسيتس جت الناحيه دي وتتغير اشارتها. كده كانت تبقى المعادله بتاعتي صح. ناقص لايبيلتيز تساوي ناقص اسيتس زائد اونرز ايكويتي، صح معايا؟ نمبر دي بيقول لي ايه؟ بوث اي اند بي. نمبر دي هي اللي صح، عشان كده قلت لك ما تستعجلش وتختار لي نمبر ايه. كويس؟ لان لايبيلتيز زائد اونرز ايكويتي الاثنين اسمهم ايكويتيز. كويس؟ يبقى هنا نمبر دي هي اللي هختارها، لان هو ايه وبي الاثنين بتوعي دول صح. طيب بيقول لي بعد كده each time a business activity occurs amounts are changed in there. يعني ايه؟ ايه بقى السؤال يقصد بيه؟ each time كل وقت business activity occurs، يعني تحصل فيه نشاط او يحصل عمليه ماليه، amounts are changed in there، الكميات هتتغير في ايه؟ في الاسيتس، هتتغير في الاسيتس بس ولا هتتغير في الكابيتال ولا في الاكونتنج ايكويشن؟ الاجابه الصح بتاعتي في الاكونتنج ايكويشن، في المعادله المحاسبيه. بعد كده بيقول لي when there is an increase in cash، بص
حصل فيه زيادة في الكاش من جانب الأصول. And increase يعني زيادة. And a decrease in equipment ونقص في معدات. خلي بالك هو ايه اللي حصل هنا؟ ايه العمليه اللي تمت؟ انا هقولها لك الاول. يعني بص، في عندي زياده في الكاش، اصل زاد وهو النقديه، وبعدين معدات نقصت، اصل نقص وهو المعدات. ما دام الاكويبمنت او المعدات نقصت، يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى بعتها. بعت اله كانت عندي. طب وبعتها ازاي؟ نقدر، لان الكاش زادت. كويس؟ هو ده اللي هيسال عنه بقى، هيسالك ايه العمليه الماليه اللي تمت؟ نمبر ايه؟ There must also be a decrease in capital. هل المفروض يبقى هنا، هل رأس المال اتغير؟ خلي بالك لو انا عندي آلة ب 10,000 بعتها ب 10,000، هل في تأثير على رأس المال؟ ارجع تاني، انا قلت لك، افتكر انا قلت لك رأس المال بيتغير ازاي؟ لان الحقيقة كتير جدا الطلبة تبص تلاقيها يعني ساعة لما يحتار في حاجة يقول لك رأس المال، لأني مال رأس المال ومال الموضوع. انا حددت لك على وجه الحصر ووضح التحديد، رأس المال ما تجيش ناحيته خالص الا اذا قال لك ان هو مثلا سحب، يبقى هتبقى مسحوبات. كويس؟ اثر العمليات على راس المال، الايرادات بتزود راس المال والمصروفات بتخفض راس المال بس، والخسائر غير كده ما تجيش ناحيه راس المال، ما تقوليش زاد او نقص. طيب يبقى لو انا بعت بنفس المبلغ، الراجل لا كسب ولا خسر، ليه راس المال يتغير؟ There must also be an increase in liabilities. بيقول لي there must be، يجب ان هو يكون increase، زياده في الالتزامات. ليه يحصل عليه زياده في الالتزامات بتاعته؟ ليه؟ ده هو عنده بعنا اله، وبالتالي الاله نقصت، وبعدين اخذنا الفلوس نقدا والكاش زاد، بس يعني في اصل نقص واصل زاد. There no change in equities. مفيش اي تغيير في الحقوق، يعني مفيش اي تغيير عندي في راس المال او في الالتزامات. None of the above، ما فيش ولا حاجه من الفات. هي الصح بتاعي نمبر سي، there is no change in equities، ما فيش اي تغيير عندي في الالتزامات بتاعتي. طيب تعال نشوف بعد كده، بيقول لي indicate true or false، قول لي اذا كان صح او غلط. A financial accounting system، النظام المحاسبي المالي، is process of two activities، هو بيتحدد من اثنين بس. عندي نشاطين اثنين؟ لا، احنا كنا قايلين كام؟ ثلاثة. يبقى دي على طول غلط. قال لي identified and recalling، التحديد والتسجيل. احنا قلنا تحديد وتسجيل بس؟ لا، وفين الكوميونيكيشن؟ يبقى دي غلط. The unit measurement concept that the actual amount paid or received is the amount to be recorded in accounting records. المفهوم بتاع القياس بتاعي بيقول لي ان المبالغ الحقيقيه اللي هي بتندفع او بستلمها هي اللي بتسجل عندي في الدفاتر. لا، هي دوت، دي كمان غلط. The business entity concept، اللي هو مفهوم الوحده المحاسبيه او الشخصيه المعنويه المستقله، اللي انت خدته باسم الشخصيه المعنويه المستقله. A business financial information is recorded، بيقول لي ان المعلومات الماليه بتسجل and reported separately from the owner's personal financial information. صح، هذه الشخصية المعنوية المستقلة بيقول لي ان المعلومات اللي هي خاصة بالوحدة separately، بتسجل بشكل منفصل بعيد عن العمليات اللي بتكون خاصة بصاحب المشروع. With an increase in total assets there must be also an increase in capital. بيقول لي لو في increase في total assets، في إجمالي الأصول، there must be also an increase in capital، لابد أن يكون في زيادة أيضا في رأس المال. هنا هنعتبرها برضو هي دي كمان صح. بيقول لي when cash is paid، لما بندفع الكاش نقدية للcreditors، للدائنين، assets and capital decrease. بص بقى هنا جاب لي كلمة capital وهي رأس المال. دلوقتي انا هسدد لاحد الدائنين، ما دام بسدد لاحد الدائنين كريديتورز، اللي هم كريديتورز، يبقى الالتزامات اللي عليا حصل لها ايه؟ نقص. طيب ايه دخل راس المال في المشروع؟ هو هنا بيقول لي اسيتس اللي هي الاصول، ما دام سددت يبقى الخزنه عندي نقصت او الكاش عندي نقص. عندي كابيتال ديكريز، الكابيتال هيتاثر خالص اطلاقا، يبقى الجمله ديت غلط. طب ايه اللي هيتاثر؟ الالتزامات. يبقى المفروض ان هو يقول لي ايه؟
بدل كابيتال كان يقول لي لايابيلتيز، يبقى لو كان قال لي اسس اند لايابيلتيز ديكريز كنت اقول له ان هي الجمله بتاعتي ديت ايه صح. طب تعالى نشوف بقى ايه المثال الاولاني بتاعي، بيقول لي دينا اوبند. انا هقول لك معاني التمرين بتاعي كله وبعد كده نبتدي نشوف هو طالب مني ايه ونحلها. بيقول لي دينا اوبند سمول شوب، فتحت محل صغير باي انفستنج 5000، ان هي راس المال بتاعها 5000 كاش في اول داي في مايو. The following transaction، العمليات التاليه occurred during the month of May، دي العمليات اللي تمت في خلال الشهر. قال لي purchased 2000 جنيه of supplies on account from supplier، اشتبت supplies ب 2000 جنيه قال لي كاش لا على الحساب from supplier من احد الموردين، وبالتالي العمليه ديت شراء supplies على الحساب. وبعدين بيقول لي purchased store equipment، اشترى معده ب 1500 كاش. هنا العمليه اللي فوق اللي حصل فيها ايه؟ اشترينا سبلايز على الحساب، يبقى في عندي اصل زاد وهي السبلايز، وفي عندي التزام زاد لان انا اشتريت على الحساب. طب العمليه الثانيه بيقول لي بيرشيز ستور اكويبمنت كاش، في عندي اكويبمنت اللي هي معدات زادت وكاش، يبقى والكاش بتاعتي او النقديه بتاعتي ناقصه، يبقى في اصل زاد وهو الاكويبمنت واصل ثاني ناقص اللي هو الكاش. قال لي بيت سالري اكسبنس اوف ذا مانث 500 جنيه، دفع مصروفات بمبلغ 500 جنيه. انا لسه قايل لك من شويه ان المصروفات تؤثر على راس المال، بتخفض راس المال، والايرادات تزود راس المال. ما دام دفعت كاش يبقى الكاش حصل له ايه؟ الكاش نقص. يبقى عندي هنا اصل وهو الكاش نقص، وعندي راس المال بتاعي نقص. برضه بيد هنا دفع مصروف ثاني بيد رنتال اكسبنس بتاع الشهر 350 جنيه، دفع الايجار رنتال يعني ايجار، مصروف الايجار دفعه برضه زي اللي فات بالظبط. يبقى في عندي هنا برضه المصروفات نقصت، والمصروفات تؤثر على، خلي بالك من كلمه تؤثر على، تؤثر على راس المال بالتخفيض. اللي بعدها قال لي كولكت كوميشنز ريفينيو، كولكت يعني حصل. كوميشنز ريفينيو قلنا معناها ايراد، يبقى حصل ايرادات عن كوميشنز بيعملها ب 3200 جنيه، وحصل بفهم ان هو حصل نقدا، ما دام بيقول لي ان انا اخذت او حصلت يبقى حصلت نقدا حتى لو هو ما قالهاش. يبقى عندي هنا النقديه بتاعتي حصل لها ايه؟ زادت، والايرادات تؤثر على راس المال. خلي بالك هنا المصروفات تؤثر على راس المال، الايرادات تؤثر على راس المال، المصروفات تؤثر على راس المال، والايرادات بتزود راس المال. يبقى في عندي اصل هنا الخزنه بتاعتي، هنا بيقول لي حصلنا ايرادات قدرها 3200، يبقى الخزنه بتاعتي او النقديه بتاعتي الكاش بتاعي زاد، والايرادات بتؤثر على راس المال بالزياده. بعد كده بيقول لي ان هو سحب 100 جنيه لاستخدامه الشخصي. المسحوبات قلت لك بتؤثر على راس المال، يبقى الخزنه عندي نقصت، وراس المال المسحوبات تؤثر على راس المال. قال لي required بعد كده record the transaction in the form of basically account equation، يبقى هعمل شكل المعادله اللي احنا قلناها اللي هي accounting تساوي راس المال زائد liabilities، وطالب مني بعد كده prepare the appropriate journal entries. يبقى طالب مني بعد كده ان انا اسجل في دفتر اليوميه. هنشوف ازاي اثر العمليات ديت على عناصر المركز المالي، بحيث ان قلت لك عناصر المركز المالي اللي هي الاسيتس واللايبيلتيز والكابيتال او الاونرز ايكويتي، وبعد كده هنشوف ازاي هنسجلهم في دفتر اليوميه، ودوت المحاضره الثانيه بتاعتنا ان شاء الله. واسيبكم ان شاء الله كده على خير، ربنا يسهل لكم الامور كلها ويحفظكم ويحميكم، وشدوا حيلكم في المذاكره شويه لان الماده سهله. وزي ما قلت لك ما تقوليش انا ما بعرفش انجليزي، لان احنا كل اللي عندنا شويه مصطلحات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.